يعاني الكثيرون من تساقط الشعر إلى الحد الذي يؤدي بهم إلى الصلع، مما يدفعهم إلى اللجوء لعمليات عدة، لكنها رغم تكاليفها المرتفعة تفشل أحياناً. فكيف تحافظ على شعرك؟ وما هي شروط العملية في حال احتجت لإجرائها؟ من أهم الأخطاء التي تقع بها النساء والرجال ذو الشعر الطويل هي ربطه طوال الوقت، إضافة إلى نوعية الغذاء المتناول. واضح اسمه تراكشن ألوبيشيا أو تساقط الشعر بسبب الشد أو الاسترس اللي بيصير على الشعر. بنشوفه كتير أول شيء بالأفارقة اللي كتير بيجدلوا شعرهم. بتلاقي عادة الأفارقة بعمر كتير صغير 25-30 جبينة 10 سنتي، وان هون مش نون اكزيستنت، ما موجود الشعر. البنات اللي أهلهم معودينهم كتير يربطوا لهم شعرهم بطريقة كتير كتير قاسية، كمان بتلاقيهم عمر 20-25 صار في فراغات وخفية كتير كبيرة عن الجوانب ومن النص. وبعد أشكال الحجاب كمان لما يشدوا كتير الشعر، فكمان بدنا ننصح المحجبات ما يشدوا شعرهم تحت الحجاب، لأنه هيدا كمان بيأثر على المدى الطويل. فبالمجمل المشكلة بهيدا النوع التساقط إنه irreversible، ما فينا نرجع الشعر، شعرة بس توقع ما بقى ترجع حتى لو حطينا أدوية أو غيرها. ولكن في حال وقوع المشكلة، متى يمكننا إجراء العملية كي نحصل على نتيجة مرضية دون التأثير سلباً على الشعر القديم؟ أول شغلة بدنا نزرع بمحل بده يكون أتليست 80% من المنطقة فارغة، يعني في شوية وبر فيها أو شوية شعر. يعني اللي بده يزيد كثافة شعره ما بتزرع؟ مش ممكن أبداً، بالعكس هي تعمله مشاكل كتير لقدام، لأنه بمجرد ما في هالمنطقة فيها خفية شعر، جينا عملنا بروسيجر، في بنج، في انسجنز، في فتحات بالجلد، في عملية كاملة عم تصير بهالمنطقة، حيصير في شوك على الشعر القديم، بيحط شعر جديد من هون، بيخسر الشعر القديم من هون. يعطيك العافية ما استفدنا شيء. في عمر محدد فينا نزيد فيه الدنسيت اللي هو بعد الأربعين. لما الشعر عرفنا انه الشعر اللي باقي على الراس هيدا على الأرجح يضل على الراس، ساعتها اوكي فينا نقوي قلبنا ونزرع فوقه. ولكن من الـ20 وطلوع لا. واصلا احسن حالات لزراعة الشعر هن الأشخاص اللي أعمارهم فوق 30 وأحسن فوق 33، أو اللي واصلين لدرجة صلع كتير واضحة أنه جلدة الرأس مبينة. اثنين يلي شعرهم من وراء بيساعدنا، عند رجال كمان الدقن فيها تساعدنا. والأشخاص يلي فهمانين بالضبط شو يتوقعوا من زراعة الشعر، لما شخص بيجي يزرع شعر هو بأوائل العشرينات أو حتى بأول الثلاثينات ومعروف من الفاميلي هيستوري أو من الوراثة اللي عنده أنه حيصلع كله سوا، ما بده يتوقع أنه من عملية واحدة خلص حيمشي حاله. حيزرع المنطقة الفارغة وبعض المناطق اللي ممكن تصلع بالمستقبل، ولكن بالفيوتشر بعد سنتين ثلاثة أربعة خمسة يمكن 10 سنين يمكن يحتاج غيرها. وهذا اللي بيزرع الشعر، الشعر اللي زارعه معقول يصلعه؟ لا، إذا زرع كتير عبكير بالعشرين واحدة وعشرين يمكن على 30 يحس فرق الشعر اللي زرعه خف بنسبة 20 أو 30%. ولكن لما يزرع على عمر أكبر شوي لا، بضل الشعر المزروع مثل ما هو، بضل في خوف على الشعر القديم. لأنه مثل الضغط والسكري وغيره، هيدا فينا نعتبره كونديشن كرونيك، يعني بضل مع الشخص بكل حياته. يعني هون منبلش نزرع شعر. كيس مقدمة الراس ما فيها شعر أو الشعر خفيف بنسبة 80%، زرعنا بطريقة كتير مرتبة على الهير لاين وسطي، لا مرتفع ولا واطي، وبعدد جرافتس يعني عدد بوصيلات أفرج هن 2400، ولكن عملنا نتيجة كتير حلوة لأنه ركزنا على شيء اسمه السيرفايفل، قديش عم نشيل شعر مقابله، قديه عم نحط وقديه عم بيعيش منه. لما هيدا لما نسبة اللي عم بيعيش من هالشعر عالي، هيدا العملية بتطلع بتبيض الوجه، بتطلع حلوة، بتطلع البيشنت مبسوط.